بسم الله الرحمن الرحيم. هنشرح مع بعضنا النهارده ان شاء الله برنامج اسيت ريموت ادمنستريتور او اسيت ريموت ادمنستريتور سيرفر. البرنامج ممتاز جدا، يعني حسب رايي، يعني انا شايف ان هو كويس جدا من شركه اسيت. يمكن معظمنا ما يعرفوش، بس هو شبيه جدا بال، لو حد يعرف اللي هو كاسبريسكي ادمنستريشن كيت، اللي هو البرنامج بيستخدم في ان انت تبوش الانستليشنز والديلي ابديتس للورك ستيشنز عندك في الشبكه بتاعتك في الدومين انفايرمنت. يستحسن في نكون في دومين انفايرمنت علشان نقدر نسهل عمليه الاوثنتيكيشن. البرنامج تقدر ان انت تشوف الاجهزه بتاعتك بالنسبه، تعمل سكان او تسكادول سكان على جميع الاجهزه من خلال كونسول واحده، بدل ما تقعد طبعا تقعد قدام كل جهاز وتحاول ان انت تعمل سكان بنفسك او تحاول تشوف ايه الفيروسز اللي الجهاز عمل لها كاتش او كده، يعني على مدار اسبوع او يوميا او كده. بتقدر تعمل حاجات كتير جدا من خلال الكونسول ده بالنسبه للانتي فيروس. ويعني باختصار هو سنترلايزد ادمنستريشن، بس بطريقه يعني جي او اي بسيط جدا وسهل جدا، وهنشوف النهارده ان شاء الله مع بعض. انا البرنامج طبعا ليه لايسنس لازم تشتريها، بس انا معايا النهارده لايسنس ل 200 جهاز. احنا طبعا هنرفعها مع الفيديو ان شاء الله علشان الناس اللي عايزه تشوفها. لازم اللايسنس دي عشان البرنامج يشتغل. طبعا البرنامج بيعمل ميرور من الابديتس ويحطها على شيرنج فولدر، ويبدا ان هو يبوش الابديتس دي للورك ستيشنز بتاعتك زي ما احنا هنشوف مع بعض. باختصار شديد بدون دخول في تفاصيل قوي، احنا عندنا البرنامج بيتكون من حاجتين. اول حاجه السيرفر نفسه اللي هو اسمه ايرا كونسول، ده طبعا بننزله من موقع اسيت وده فور فري. بننزل الايرا كونسول اللي هو السيرفر، اللي هو مش جي او اي، هو عباره عن سيرفر بينزل على الدومين كنترول. يستحسن يكون طبعا البرنامج بنزله على دومين كنترولر سوري، عشان نقدر ان احنا نسهل عمليه الاوثنتيكيشن بالنسبه للورك ستيشنز. طبعا هنا عندي الايرا سيرفر، ده السيرفر وده الكونسول، سوري ده السيرفر وده الكونسول. الكونسول ده نقدر نسطبه على اي جهاز تاني غير الدومين كنترول، او نقدر نسطبه على الدي سي، مفيش مشكله. بس السيرفر لازم بيتسطب على جهاز واحد علشان نقدر نكونكت على السيرفر بالكونسول ده. زي ما احنا شايفين هنبدا دلوقتي نسطب السيرفر نفسه، هنسيب الكونسول ده لبعدين. اعذروني لو الفيرتشوال ماشينز عندي بطيئه شويه، علشان انا محمل على سيرفيسز كتير على الدي سي ده. عشان بس نتأكد ان احنا بنسجل كله تمام. هنبدأ نسطب، طبعا التسطيب عادي جدا، هتأكسبت الاجريمنت، هتخليه تيبيكال. ده اللايسنس كي فايل اللي احنا مش هنحطها دلوقتي، بس هي دي اللايسنس اللي احنا اتكلمنا عنها. اللي انا عندي لايسنس بتسبورت 200 كلاينت، هنعديها ونضيفها بعدين. هنا الباسورد، ممكن تحط باسورد للكونسول اللي لسه هنسطبه، وباسورد طبعا في ريد اونلي اكسس لو انت عندك اكتر من شخص اي تي وعايز مثلا تديله بيرميشن معين ان هو يريد بس. هنشوف الحاجات دي بعدين ان شاء الله. هنقول له نيكست، مش هنحط باسوردات لحاجه. برضه هنقول له ان هو سيت الابديت بارامترز ليتر، ده بالنسبه لو انت عايز تحط الابديت يوزر نيم او باسورد، مش هنحتاج الحاجات دي. هنقول له انستول، هيبدا ينستول الاسيت ريموت ادمنستريتور سيرفر. طبعا بعد ما يخلص السيرفر هنبدا ان احنا ننزل الكونسول. ممكن زي ما قلنا الكونسول ما ينزلش على الجهاز اللي احنا بننزل عليه السيرفر، يستحسن اصلا تنزله على جهاز تاني حتى لو لابتوب تقدر، هو مجرد كونسول جي او اي بتكونكت بيه على السيرفر. طبعا ده المانيوال بتاع الاسيت ريموت ادمنستريتور، وهينفعك جدا في حاله لو انت حصل معاك مشاكل في عمليه الانستليشن. زي ما احنا شايفين هنا، يعني ده زي حاجه تيبيكال انستليشن كده، بيوريك ازاي الوضع
بالنسبة للبرنامج يعني زي ما احنا شايفين هنا الورك ستيشنز، هنا السيرفر اللي هو الدي سي اللي احنا بنسطب عليه السيرفر زي ما احنا بنسطبه دلوقتي كده اهو. هنا طبعا الانترنت او السيرفرات الاسيت نفسها، هنا الادمنستريتور قاعد زي ما انتم شايفين باللابتوب بتاعه حتى او بجهاز شخصي ديسكتوب او بجهاز ديسكتوب، تقدر ان انت من خلال الكونسول اللي هنسطبها تكونكت على السيرفر هنا وتبدا تمانج العمليه بتاعتك. طبعا المانيوال ريتش جدا بصراحه، وفيه معلومات كويسه جدا لان البرنامج يعني واسع جدا في معلوماته وفي امكانياته. يعني نسيب لكم انتم ان شاء الله تدوروا في المانيوال وتلاقوا حاجات كويسه جدا ان شاء الله. طبعا البرنامج بتقدر ان انت تعمل ريبليكيشن بين اكتر من سيرفر، لو نفترض ان انت عندك الانفايرومنت بتاعتك كبيره فمحتاج ان انت يبقى عندك اكتر من سيرفر، فطبعا تقدر ان انت تحط تسطب السيرفر هنا وسيرفر هنا وسيرفر هنا وهنا وهنا، وتقدر ان انت تعمل بينهم ريبليكيت بحيث ان السيرفر ده مثلا يكون متصل بالنت، يعمل ياخد هو الابديتس مثلا ويعمل لها ريبليكيت على السيرفرات الباقيه من غير ما تحتاج تخرج بقيه السيرفرات للانترنت او تطلعها نت. وزي ما انتم شايفين الادمنستريتور بيكونكت على اي سيرفر منهم ريموتلي عن طريق الكونسول. طبعا خلص هنا الانستليشن بتاع السيرفر، هنقول له فينيش. هنلاقي الانستليشن طبعا هنا في بروجرام فايلز اسيت ريموت ادمنستريتور سيرفر ايرا تول نيكست نيكست. هنا في لو عايزين نعمل ستوب للسيرفر للايرا سيرفر بنعمله من هنا، لو قلنا نيكست هيبدا ينفذ العمليه. هنسطب الكونسول على نفس الماشين على الدي سي برضو الدومين كنترولر، علشان ما عنديش بصراحة جهاز فيرتشوال ماشين تاني، دي مكنة اكس بي هنطبق عليها عملية البوشنج الانستريشنز. هنبدأ نسطب الكونسول نيكست، هن اكسبت الاجريمنت تيبيكال نيكست انستول. هنا خلص عملية الانستليشن بتاع الكونسول، هنقول له فينيش وطبعا لونش او نبدأ نقول له فينيش. طبعا هنا جاب لي هنا الايكون بتاعت الريموت ادمنستريتور كونسول، ده الكونسول احنا سطبنا السيرفر. الكونسول ده زي ما قلنا ممكن نسطبه على اي جهاز تاني لان ده اللي هنكونكت بيه على السيرفر. هنفتح الكونسول وهي زي ما احنا شايفين جي او اي عادية جدا. طبعا هنا السيرفر اللي هتكونكت بيه طبعا هو اللوكال هوست المقصود بيه السيرفر الحالي اللي انا عليه اللي انا منزل عليه السيرفر اصلا. البورت المستخدم في عملية الكونكشن هو ده. طبعا هنا ممكن نحط باسورد علشان نمنع اي حد مش اوثورايزد ان هو يدخل، دي هنشوفها قدام شويه ان شاء الله. هنقول له اوكي فهيدينا مسج هيقول لك ان يو ار كونكتد تو تيريال فيرجن اوف اسيت ريموت ادمنستريتور سيرفر السبورت بروفايدد فور ا ليميت نمبر اوف ورك ستيشنز تو اونلي. يعني انت دلوقتي عملت كونكشن على سيرفر لسه ملوش لايسنس، فهو بيديك تيريال فيرجن ان انت تقدر تمانج 2 ورك ستيشن. طبعا احنا قلنا معانا لايسنس ان شاء الله ل 200 ورك ستيشن، هنشوفها مع بعض. هنقول له اوكي. الواجهه زي ما احنا شايفين هنا عمليه انت كده بالفعل كونكتد. لو هنبص فوق هنلاقيه كونكتد. دي واحده سكرين. انت كونكتد بالفعل زي ما احنا شايفين هنا اهو كونكتد. ممكن تدوس كونكت عن طريق هنا. الاوبشنات دي يعني هنشوفها برضو مع بعضينا دلوقتي. هو اهم حاجه هنبداها طبعا ان انت هتبدا تبوش الانستليشن بتاع الاسيت. ولنفترض ان انت الانفايرومنت بتاعتك كبيره، طبعا دي الاجهزه اللي عندك في الانفايرومنت. بمجرد ما انت هتسطب السيرفر على دي سي دومين كنترولر هيبدا ان هو يشوف الاجهزه اللي كونكتد بالدي سي ده او اللي كونكت او الاجهزه عموما اللي في النتورك
ممكن تعمل ان انت هنا دي زي سيرش او فايند تول كده، بتبدأ تدوس عليها فيبدأ يسيرش على الاجهزة الكونكتد او الموجودة على النتورك ويعرضها لك هنا في التاب بتاع ريموت انستول. طبعا تاب الكلاينتس ده هيبقى فيه الكلاينتس اللي احنا هنعمل لهم ربط مع البرنامج هنا وهننزل عليهم الاسيت. نخلينا في التاب الاخير اللي هو ريموت انستول. زي ما قلنا هنا الاجهزه اللي عندك كونكتد، لو عندك اجهزه كتير طبعا هتبقى موجوده. ولنفترض عندي انا الجهاز ده بانسي 012، الجهاز ده هو انا ده عامل له طبعا جيون للدومين كنترولر اللي هي المكنه اللي احنا شفناها مع بعض اللي هي دي جيون دي طبعا بالدومين كنترولر. وهنبدا ان احنا نشوف ازاي نبوش الانستليشنز او نمانج الباكج الاول اللي هنعملها بوشنج. فاحنا ندوس كده ونفترض ان انا عندي اكثر من جهاز طبعا احددهم كلهم واعمل الخطوه اللي انا اعملها دي. فالاول نمانج الباكج، كليك يمين ومانج باكج. زي ما احنا شايفين هنا بيقول لي طيب الباكج اللي انت هتعمل لها مانج هي ايه؟ اسيت سكيورتي برودكت باكج. الاوبشنات دي زي ما احنا عارفين كاستم باكج، الباكج معينه انا هعملها خاصه بيا انا، او ان انستول اسيت برودكت، ده في حاله لو انا عايز اعمل ان انستول للاسيت من على اي مكنه. فاحنا طبعا هنختار له اسيت سكيورتي برودكت، انا ما بشتغلش نود 32، انا بشتغل اسيت يفضل يعني. هنعمل اد هنا اد علشان نبدا نديله الملف اللي هو دوت ام اس اي، ملف السيت اب هو عندي هنا. هنختار ال ملف ال asset setup اللي هو دوت msi open. هو اتأخر شوية في عملية بيعمل create دلوقتي للباكج، هنسيبه خالص براحته. طبعا زي ما احنا شايفين البرودكت انفورميشن asset remote administrator والفيرجن بتاعه، هنقول له كرييت، هيبدا بقى يعمل كرييت بقى للباكج هنا ونسيبه لما يخلص عمليه الكرييشن. بيظبط طبعا باكج تنفع ان هي تعمل لها بوشنج على الكلاينتس. هو خلص بالفعل كده الباكج اللي هيتعمل لها بوش اهي باسمها هنا. اديت دي ممكن ان انت تقدر تاديت في الكونفيجريشن بتاع الاسيت نفسه، يعني ازاي لو هنشوفها مع بعض كده تقدر ان انت تاديت حاجات كتير جوه الاسيت نفسه. بالنسبه لما انت بتفتح اسيت هنا كده لو عندي بتلاقي، لو تدوس اف 5 بتلاقي عندك اوبشنات للاسيت زي الايميل كلاينت بروتكشن، يعني زي مثلا بالنسبه للنتورك البيرسونال فايرول، الفايرول بتاعك عايز اوتوماتيك ولا انتر اكتيف ولا كده. الحاجات دي بتقدر تمانجها من خلال الـ 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 الملف ده اللي بيخرج على هيئه دوت اكس ام ال فايل. طبعا لو نفترض مثلا سيت اب مثلا يوزر انترفيس هنا مثلا اللي هي ديسبلاي اونلي نوتيفيكيشن requiring user interaction when running application، دي مثلا تقدر ان انت تخليها نو، يعني ما تدينيش اي notification اثناء مثلا عمليه الانستليشن او كده، او اثناء بعد ما تعمل ابديت ما تديليش هنا notification كده تقول لي ان انا successful updated ولا حاجه. كل الحاجات دي بتقدر ان انت تمانجها من خلال دي الجي اي اللي قدامنا دي. وبعد كده بتعمل لها سيف طبعا، بتكنسل، بيبدا يسالك هتسيف الكلام ده، طبعا اقول له نو دلوقتي. فمن خلال دي بتقدر تمانج حاجات كتير قوي هنحتاجها دلوقتي لما نحب ان احنا نمانج باكج، يعني نعملها بالمره. احنا دلوقتي عايزين طبعا نعرف الباكج دي، نحط فيها معلومه معينه ان هو لما انت تسطب على المكنه دي، لما تسطب الاسيت على المكنه دي اربطها بالسيرفر اللي احنا عليه دلوقتي. فهنقول له كده ازاي. طبعا بدل ما نروح قدام كل مكنه ونبدا ان احنا نعمل لها جوين للسيرفر ده، فاحنا ممكن نسيرش كده على ريموت ادمنستريشن، سوري ريموت ادمنستريشن ريموت ادمنستريشن اهي. نكسباند التاب ده هيقول، بيقول كونكت تو ريموت ادمنستريتور سيرفر. طبعا احنا عايزين يكونكت للمقصود بالريموت ادمنستريتور سيرفر اللي هو السيرفر اللي احنا عليه دلوقتي، اللي احنا سطبنا السيرفر عليه.
الانترفال بتون الكونكشن يعني عدد الدقائق بين كل كونكشن والتاني، مش مشكلة نخليها باي ديفولت 10. ده بقى اهم حاجة، مين السيرفر، مين عرفنا السيرفر اللي انا هكونكت اخد منه الابديتس، او اخد منه او اديله انفورميشن عن المكنه اللي عليها الاسيت. فاحنا طبعا نقول له اي بي السيرفر بتاعنا اللي هو ده 192.168.0.0.20، ده اي بي السيرفر اللي انا عليه حاليا زي ما شايفين اهو 192.168.0.20، او الدومين كنترولر البورت اللي هيعمل عليه اللي يقدر من عليه يكونكت باي ديفولت هو البورت 4 2. هنسيف الكلام ده، هنجي طبعا هيطلب مني do you want to save، هقول له yes. بيحذرني بيقول ان انت عملت تغيير في بالنسبه للريموت ادمنستريتور سيرفر، هقول له مش مشكله موافق. هنا لو احنا شايفين الكوماند ده، مجموعه الكوماندز دي هتلاقيها في المانيوال بتاعته. ايه المقصود بيها كيو ان؟ ده المقصود بيه كوايت، الكوايت مود اللي هو لما الاسيت بينزل ما بيطلبش من اليوزر اي انفورميشن، او اليوزر او ما بيديش لليوزر اي حاجه يبين له ان هو بينزل الاسيت على المكنه بتاعته. فمقصود بيها كوايت مود او سايلنت مود. اكيد معظم الناس اللي دارسه شبكات تبقى عارفه ايه المقصود بالسايلنت مود عموما. فموجود في المانيوال مجموعه اوامر لكل مود انت عايزه، هنسيبه باي ديفولت كده. طبعا احنا عملنا ادلي الباكج وكرييت وكل حاجه، هنقول له سيف از ونسمي الباكج مثلا اسيت سمارت سيكيورتي ونقول له سيف. بيبدا ان هو يسيف الباكج اللي احنا عملناها حتى بالملف اللي هو الاكس ام ال، الملف اللي عملنا له ايديت بيسيفه جوه الباكج وبيكريت لنا باكج كامله، يقدر بعد كده ان هو يعمل لها بوشنج على الكلاينتس. نسيف دي بقى اللي هو هنا، نرجع تاني معلش، هنسيف دي اللي هو الباكج نفسها بقى، هنبدا ان احنا نسيفها في مكان وليكن هنا عندي واسمها اسيت مثلا، كريت نيو فولدر يفضل احسن، نسميه اسيت ونسمي الباكج اسيت سيف. تمام، بعد ما عملنا سيف وحفظناها باسم معين احنا عارفينه، هنقول له كلوز، اكسباند السكرين. خلاص كده احنا عملنا مانج للباكج، الباكج عندنا جاهزه وحفظناها بالكونفيجريشن بتاعها. هنبدا دلوقتي ان احنا نعمل لها بوشنج على الكلاينتس. هنجيب كليك يمين على الكلاينت او مجموعه الكلاينتس اللي عندي كلهم بكنترول A ان انا احددهم كلهم، وابدا اقول له بوش الانستليشن. هيسالني هنا المكنه اللي هو لقاها، طبعا اسم المكنه بانسي 012. هيسالني على الكريدنشال بتاعه المكنه، بحط له طبعا اليوزر نيم والباسورد بتوع الادمنستريتور، حتى لو اللوجد يوزر اللي هناك مجرد يوزر، لا ما بحطش اليوزر نيم والباسورد بتوعه، لا انا بحط اليوزر نيم والباسورد بتوع الادمنستريتور. ويفضل احط اسم الدومين واقول له اوكي. طبعا لو عندي الكلاينتس كلهم هيبقوا هنا، فبقول له سيت اول بالنسبه للجميع، يعني سيت اول وابدا احط اليوزر نيم والباسورد، اقول له نيكست. طبعا التايب الباكج اللي انا نزلها اسيت سكيورتي برودكت باكج، واسمها اسيت سمارت سكيورتي اللي انا كريتها من شويه او اللي احنا كريتناها مع بعض، هقول له نيكست. انا موافق على الباكج دي. هابلاي التاسك دي دلوقتي ولا ليتر في ميعاد معين؟ هابلايها دلوقتي وليكن، واقول له فينيش. هنا الانستول تاسك ان بروجريس، لو جبنا انستول تاسك من هنا ان بروجريس يعني العمليه لسه بتتم. ممكن نروح نبص كده على المكنة اللي عندنا هنا، نجيب التاسك مانجر كده نشوف البرفورمانس. لو هنشوف البرفورمانس هنا عالي بيعلم معناه ان فيه بروسيس شغالة.
طبعا بنديله وقته، بيبدأ ان هو يعمل عملية البوش للانستليشن. هنلاحظ مع بعضين ان هو هيبدأ، طبعا احنا مدين له ان هو يبدأ ينزل الاسيت او يعمل عملية الانستليشن في السايلنت مود بدون اي يوزر انتراكشن. معلش كان معايا مشكلة في المكنة دي اللي هي بانسي 012 اللي احنا شرحنا عليها، فانا اضطريت هنكمل بقية شغلنا ان شاء الله على المكنة اللي هي دي اخرها 744. معلش انا عامل unauthent installation في الويندوز مديلها اسم عشوائي. طبعا التاسك اللي انا جيت اعملها حصل فيها مشكلة، فحتى قال لي هنا finished with warning، يعني التاسك متمتش. فهنكمل هنا. طبعا احنا مش محتاجين ان احنا نرجع للي قلناه تاني، احنا جاست بنمانج الباكج، بنعمل اد وبنضيف السورس بتاعنا وبنسيف وبالكلوز كده، احنا الباكج جاهزه ان احنا نعملها بوش للورك ستيشن. هنا هنيجي طبعا هنبدا هنا نعمل بوش بقى على المكنه دي، هنعمل بوش للانستليشن على المكنه دي. لو انت عايز تحدد المكان كله اللي عندك في النتورك، طبعا كنترول A وبتبدا ان انت تكليك يمين وتقول له البوش بوش انستليشن. بعد كده هنسيت طبعا زي ما شرحنا قبل كده، هنسيت اليوزر نيم والباسورد بتاع الادمنستريتور. طبعا نحط اسم الدومين ونقول له اوكي والنكست. طبعا نختار الاسم اللي احنا كريتناه اسيت سمارت سيكيورتي ونقول له نيكست. طبعا هابلاي التاسك دي دلوقتي واقول له فينش. ونبدأ نشوف المكنة هنا. لو نلاحظ هنا هنلاقي السي بي يوسج بتاعنا يعني بدأ يرتفع. طبعا كارت النتورك زي ما احنا شايفين هنا في ليد شغال كده، معناه ان في سند وريسيف على كارت النتورك، لانه طبعا بينقل ملف السيت اب اللي هو دوت ام اس اي علشان يعمل له انستليشن. طبعا الانستليشن هيبقى هنا سايلنت مود زي ما اتفقنا، مش مفيش اي يوزر انتراكشن زي ما احنا شايفين، مفيش اي جي او اي ظهرت قدامنا للاسيت كده او اي حاجه. طبعا هو دلوقتي نقل الباكج وبدا ان هو يعمل لها انستليشن على الورك ستيشن. طبعا هنا ان بروجريس اللي فاتت طبعا اللي كان فيها مشكله كان بسبب ان انا كان عندي جهاز اساسا الجهاز كان مغلق وما كانش مفتوح. هو سوري طبعا لان انا عند الجهاز بتاعي امكانياته ضعيفه شويه فعشان كده بيتاخر حتى في عمليه الانستليشن. على بال ما يخلص نكون بصينا هنا بس نظرة سريعة على أهم التابات اللي عندنا. عندنا هنا تاب بتاع كلاينت اللي هو هيظهر فيه بمجرد ما نحط ما ننزل الاسيت هنا ونحط الاي بي بتاع السيرفر بتاعنا اللي هو هيكونكت وياخد الابديتس منه اللي احنا حطيناه في الاكس ام ال فايل اللي احنا عملنا له اديت وحطينا فيه الاي بي بتاع السيرفر. هنلاقي الكلاينت ظهر معانا هنا. هنا اسماء السيرفرات اللي لو انا عندي اكتر من سيرفر وعامل بينهم ريبليكيشن، لو عندي الانفايرومنت بتاعتي كبيره فانا عامل اكتر من سيرفر. هنا الكلاينتس زي ما قلنا،
الستريت لوج اللي هو اللوج اللي بتاع اهم الستريت اللي تعرض لها الاجهزه والفيروسات وكده. الفاروول طبعا نفس الكلام. الايفنت لوج اللي هو في حاله لما انا اعمل مثلا تاسك معينه على الاجهزه، ولنفترض ان انا حبيت اعمل سكان على جميع الاجهزه، فبقى دايما بيبقى مكتوب لي هنا ان انا عملت سكان يوم كذا، تاسك اسمها ايه، واسماء الاجهزه اللي اتعمل عليها التاسك ايه، والبرايمري سيرفر والكلام ده كله. الكورنتي طبعا اللي هو معروف، الفيروسز الفيروسز اللي الجهاز عمل لها كاتش وكده. ريبورتس دي بيعمل لي كده زي رسم بياني لاهم الفيروسز اللي اتمسكت الشهر ده، والاجهزه اللي كانت اكثر تعرضا للفيروسات والكلام ده، بيطلعوا لي في شكل بياني او شكل رسومي كويس. طبعا زي ما احنا شايفين هنا الاسيت اتسطب بدون اي يوزر انتر اكشن، وجاست ان هو بيقول هي الاو شير ولا هتستريكت البروتكشن. طبعا احنا ممكن في الاكس ام ال فايل نعمل ايديت، وكمان نخلي حته الاو بروتكشن دي باي ديفولت تتعمل بمجرد ان الاسيت ينزل، علشان اليوزر ما يحتاجش ان هو حتى ممكن يعمل ستريكت بروتكشن فيوقف الشيرنج او حاجه زي كده، فاحنا هنعمل له الاو. ممكن نتغاضى عن المشكله دي نحلها بعدين. زي ما احنا شايفين الاسيت اتسطب بدون ما انا قعدت على او رحت نزلته على الريموت ماشين ولا حاجه، ده يعني زي ما احنا شايفين كده. طبعا لو رجعنا هنا طبعا قال لي ايه ان هو فينيشت، الحاله فينيشت موت انستول، الحاله فينيشت. دلوقتي هنا الاسيت نزل، سوري لا ورحنا على التاب بتاع ريموت ادمنستريشن اللي احنا كنا عاملينه في الاكس ام ال فايل لو فاكرين، لما كنا جينا هنا وعملنا مانج للباكج، كنا عملنا بعد ما ضفنا الباكج بعد ما ضفناها من هنا كده، هنعملها تاني مع بعض. كنا عملنا هنا edit ودورنا، عملنا سيرش على كلمة remote administration زي ما احنا شايفين. اعتقد انتوا فاكرين معايا ان احنا عملنا كده، وكنا عدلنا الاي بي بتاع اللي هو الاي بي بتاع السيرفر، كنا حطيناه هنا اللي هو 1.1.1.20 عشان يكونكت بالسيرفر. فهنروح نشوف هل هو بالفعل نفذ الكلام اللي احنا عملناه في الاكس ام ال فايل ده ولا لا، اللي احنا عملنا له بوش. هنروح نتاكد من الكلام ده فعلا. زي ما احنا شايفين كده هو ضاف اسم طبعا وعمل ريزولف من الدي ان اس، فاسم السيرفر بانسي 01، والبورت طبعا زي ما هو الديفولت، يعني الكلام بتاعنا اللي احنا عملناه في الاكس فايل اتنفذ بالفعل. طبعا هنا معنى ان هو ربط بالسيرفر ان هو كده هياخد الابديتس بتاعه من السيرفر اللي اسمه بانسي 01، او اللي السيرفر اللي هو اي بي هو 192.168.0.20، هياخد منه الابديتس وهيسند ليه برضو كل الانفورميشن اباوت الفيروسز اللي اتعمل لها كاتش والسبامز والاخبار الفاير واللوج وكل حاجه، كل الداتا اللي هتبقى موجوده هنا او اللوج فايلز عموما. كده المفروض يعني الانترفال طبعا بين كل، كنا حددنا هنا ان الانترفالز بين الكونكشن 10 minutes 10 دقائق، كل 10 دقائق بيكونكت بالسيرفر اللي هو ده، ويبدا يسند ليه المعلومات عن الفيروسز وكده، ويبدا يشوف لو عنده ابديتس جديده يجيبها. لو رحنا للكلاينتس هنا المفروض ده بعد بالظبط 10 دقائق هتبدا ان انت تشوف هنا اسم الكلاينت بتاعنا اللي احنا رابطين بيه. هنا زي ما احنا شايفين ظهر معانا هنا الجهاز اللي احنا كنا عملنا اللي كنا حطيناه هنا في الـ XML فايل علشان يظهر معانا، اهو اللي هو كنا حطيناه هنا في الريموت ادمنستريشن. لما حطيناه هنا طبعا ظهر معانا الجهاز في المكان ده اهو. نقدر هنا نعمل تاسكس كتير قوي، من ضمنها ان انا ممكن اقوله نيو تاسك كده على الكلاينت ده. طبعا لو عندي اكتر من كلاينت كلهم هيبقى هنا بنفس الشكل، لو اتبعنا نفس الستبس دي على كل الورك سيشنز اللي عندي هيبقى عندي هنا طبعا
عدد الاجهزه كلها اللي موجوده عندي. وطبعا هنا الريموت انستول لوحده بمجرد انا ما بسطب السيرفر بيبدا ان هو يعرض لي كل الاجهزه اللي معايا في النتورك زي ما احنا قلنا. وممكن ان انا بدوس هنا على الاميونيت اون سيرفر ده بيبدا ان هو يفايند الاجهزه الجديده اللي موجوده على النتورك. نشوف الكلاينت بتوعنا، نرجع تاني اهو، ممكن اقول له نيو تاسك. على سبيل المثال انا عايز اعمل سكان على جميع الاجهزه اللي عندي، فاقول له نيو تاسك اون ديموند سكان كليننج ديسيبل. كليننج ديسيبل يعني لو انا لقيت فيروسات مش هعمل لها كلين. اما لو كليننج هنا انيبلد، لو انا لقيت فيروسات على الاجهزه الورك ستيشنز اللي هم الكلاينتس دول انا هعمل لها كلين. ممكن ابديت ناو اللي هو لو انا عندي، طبعا هو الاوتوماتيك لوحده بنظبط في اعدادات السيرفر من هنا ان هو كل فتره معينه يبوش الابديتس للاجهزه الكلاينتس دي. ممكن نبقى نبص عليها بعدين، بس انا لو نفترض ان انا عايز كل الاجهزه الورك ستيشنز كلهم يعملوا ابديت دلوقتي، فبكليك كده وبقول له نيو تاسك وبقول له مثلا ابديت ناو. ده طبعا بيقول لك ان الابديت ناو فور ويندوز اسيت سكيورتي برودكت سبيسيفاي بروفايل نيم. ممكن انت بتعمل كذا بروفايل زي ما انت عايز، هنسيب الديفولت وهنقول له نيكست. هنقول له الجهاز اللي احنا عايزين نعمل له ابديت، هنضيفه وبعد كده هنقول له نيكست. طبعا ممكن نقول له اول كلاينتس لو احنا عايزين كل الكلاينتس، هنقول له نيكست ابديت ناو فينيش. لو جينا هنا نشوف التاسكس هنلاقي فيه تاسكس اكتيف، تاسك واحد اكتيف، يتعمل التايب بتاع التاسك ابديت وحصلت من حوالي 2 سكند. طبعا هو بدا هنا يعمل ابديت زي ما احنا شايفين، لانه مجرد ما احنا قلنا له التاسك بتاعت ابديت ناو بدا يعمل ابديت. طبعا هو عشان انا مش واصل نت للفيرتشوال ماشين فمش هيلاقي الابديت سيرفر. في حته مهمه جدا المفروض كنا نعملها من الاول بس للاسف ما كملناهاش او ما عملناهاش، اللي هو واحنا بنعمل مانج للباكج بنعمل اديت هنا وبنضيف حاجه علشان هو نقول له لما تيجي تاخد الابديتس بتاعتك تاخدها من السيرفر ده ما تاخدهاش من الانترنت، لان يعني ممكن يكون قافلين الانترنت على الجهاز الكلاينت ده. فاحنا طبعا من هدف البرنامج ان هو ياخد الابديتس من السيرفر، فاحنا المفروض كنا واحنا بنبوش الانستليشن او بنمانج الباكج من الاول خالص كنا نعمل اديت زي ما اتعودنا مع بعض، بنجيب اديت هنا ونبدا فيه نقول له انت هتاخد الابديتس بتاعتك من السيرفر الفلاني. فاحنا ممكن نعملها مانوال، يعني ممكن نعملها مانوال هنا، بس طبعا ممكن نعملها عن طريق الكونفيجريشن اديتور اللي احنا شفناه اللي هي دي اديت. فلو هنعملها مانوال بندوس اف 5 ونجيب ابديت ونقول له هنا اديت في الابديت سيرفرز، بنقول له اديت، هنقول له لما تيجي تدور على الابديتس خدها من هنا. طبعا الـ 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 السيرفر هنا بيسبورت ان انا اخد الابديتس عن طريق الاتش تي تي بي، يعني مش عن طريق ملف شيرنج بس ويبوش عن طريقه الابديتس، لا عن طريق الاتش تي تي بي. فانا يعني دي افضل طريقه صراحه جربتها، فممكن نقول اتش تي تي بي نقطتين سلاش سلاش اسم السيرفر الاي بي بتاع السيرفر اللي هو 192.168.0.20 نقطتين البورت اللي هياخد منه عليه الابديتس اللي هو بورت 2221 ده الديفولت، واقول له اد. بقت هنا في الابديت سيرفر ليست. طبعا لو عندي كذا سيرفر بضيفهم وهو بياخد بالتدريج السيرفرات اللي موجوده، واقول له اوكي واتاكد ان انا هختار من هنا الابديت سيرفر، هختار السيرفر اللي لسه عامله حالا اللي هو ده، لازم اختار دي مهمه جدا بس، واقول له اوكي. فهو كده لما يجي ياخد الابديتس بتاعته هياخدها من هنا من السيرفر ده. باقي نقطه طبعا وهي اهم نقطه جدا، اهم نقطه في الموضوع كله اللي هي الابديتس. ازاي اصلا انا بكريت الابديت او بعمل ميرور للابديتس دي علشان ابدا ابوش الابديتس دي كلها للكلاينتس بتوعي. بنيجي هنا عند تولز ونقول له سيرفر اوبشنز. عندي هنا اوبشنز كتير هختار منها ابديتس. زي ما احنا شايفين هنا هنقول له كرييت ابديت ميرور. بيقول لي ايه كان نوت كرييت ميرور بيكوز يور لايسنس از انفاليد. طبعا بيقول لي مش هيقدر يعمل ميرور لان انت اللايسنس بتاعتك ما فيش لايسنس اساسا. فانا طبعا هنضطر نضيف اللايسنس الاول، فهنروح هنا نخرج من دي ونقول له تولز لايسنس مانجر براوز هنا. طبعا اللايسنس ده ان شاء الله هرفعها مع الفيديو. اللايسنس ده فور دي فور 200 جهاز، تقدر اللايسنس دي تمانج بيها 200 جهاز. اقول له اوبن كي اكسباير. طيب انا عندي لايسنس ثانيه ممكن نشوفها برضه.
نشوف دي كده، نشوف كي بروس. تورز لايسنس مانجر براوز مرتين تاكين تو ليفت فور 25/5/2012. هي دي اللايسنس المظبوطة بالفعل، دي اللي ان شاء الله هنرفعها. اللايسنس فور نمبر اوف كلاينتس ل 200 كلاينت، وهت اكسباير 25/5/2012. تمام كده اللايسنس سليمة لانه ما قاليش انها اكسبير ولا حاجة. بقول له اوكي. Do you want to upload it now؟ بالفعل انا عايز، بيقول لي ان اللايسنس دي لسه ما اتعملهاش upload للسيرفر، لان احنا طبعا عاملين connect كده من على كونسول، مجرد كونسول. فبقول له yes uploadها للسيرفر. طبعا احنا كده اللايسنس بتاعنا سليمة. نروح تاني بقى للابديتس، نجيب سيرفر اوبشنز ابديتس عشان نعمل الابديتس، ونقول له كرييت ابديت ميرور. طبعا ما ادانيش ايرور مسج ولا حاجه لان انا اللايسنس بتاعت سليمه. وهي دي العقبه الوحيده اللي يمكن يعني عملت لي مشاكل كتير، هي حته اللايسنس، لان ما لقيتهاش في اي مكان، لا في موقع اجنبيه ولا حتى عربيه. الحقيقه انا لقيتها في موقع روسي، لان طبعا زي ما احنا عارفين الاسيت هو منتج روسي في الاساس. فهنا الميرور اتعمل معانا. احنا الميرور ده يعني هنحط الباص اللي احنا عايزين هنحط فيه ملف الميرور. يفضل دايما ان هو يبقى في مكان غير السي، يعني عشان لو في حاله انت فرمت او حاجه. يعني مثلا نيجي عندي هنا في الاي واعمل نيو فولدر واسميه ميرور، وناخد بالمره الباص بتاعه ده اهو كوبي، واروح هنا نحط له الباص بتاعنا هيبقى اي ميرور. ده الملف اللي هيحط فيه الابديتس علشان يبدا يبوشها للاجهزه. طبعا لازم، دي مهمه جدا، اقول له بروفايد الابديت فايل فيا اتش تي تي بي سيرفر. اقول له يعني خلي اي كلاينت يجي لك يطلب الابديتس على الاتش تي تي بي سيرفر، من الاتش تي بي سيرفر او ببروتوكول اتش تي تي بي، تدي له الابديتس على البورت اللي هو 2221 اللي احنا كنا عملناه هنا لو تفتكروا. دلوقتي هدوس اف 5 اهي، هو ده اللي احنا كنا ضفناه على البورت 2221 اتش تي تي بي. فانا طبعا لازم ادي له التشيك بوكس ده. الاوثنتيكيشن نان زي ما انت عايز. ممكن في انواع، نوعين من عندي هنا من الاوثنتيكيشن، في ان تي ال ام وفي البيزك. انا افضل انها تبقى نان. يعني نقول له دي مهم برضو، كرييت ابديت ميرور لنود 32 فيرجن 2 برودكت. نعلم على التشيك بوكس ده زي احنا شايفين كده. يعني احنا عملنا كرييت ابديت ميرور وبروفايد الابديت عن طريق الاتش تي بي سيرفر، وكرييت ابديت ميرور للنود 32. ناقص حته اللي هو الباسورد. طبعا احنا عارفين الباسوردات بتاعت الاسيت والنود 32 يعني موجوده بكثره على الانترنت وكده، وفي في 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 يوزرات بتقعد شهور، وفي يوزرات بتقعد يمكن 5 6 ايام على ما طبعا شركه الاسيت بتكاتش الحاجات دي لانها الليجال. يعني هو طبعا بدا يعمل ابديت لوحده، فطبعا مش هينفع، يقول لي في الاخر فيلد لان مفيش يوزر نيم وباسورد. فانا اقول له سيت الباسورد النيو باسورد. ممكن ان انا عن طريق الانترنت، طبعا عطل عندي الاسيت الاول لانه بيكاتش الحاجات دي. في عندي هنا موقع اسمه اسيت نود 32 كيز، هو الموقع فوق اسيت نود 32 كيز فور فري. هنجيب منه يوزر نيم وباسورد وليكن ده كوبي، نحط اليوزر نيم هنا اهو، ونجيب الباسورد سيت باسورد بيست بيست اوكي. بيقول لي باسورد تشينج، اقول له اوكي. طبعا هو فيلد هنا لان ما لقاش يوزر نيم وباسورد، وما فيش اصلا انترنت. انا مش عامل، مش مطلع السيرفر ده انترنت. طبعا احنا ممكن نعمل نت الفيرجوال ماشين ونشوف النتيجه عملي. سوري ممكن انا نت كده بحيث نشوف تجربة عملي وهو بياخد الابديتس من الانترنت.
الظاهر ان انا عندي مشكلة في النت. خلاص مش مشكلة مش مشكلة، بس هي طبعا هتشتغل معانا ان شاء الله. رجع كل حاجة زي ما كانت بريتشيد. الظاهر ان انا مغير اعدادات ال مية واربعين زيرو. طيب اوكي مش مشكلة. بالشكل ده طبعا اول ما نقول له ابديت ناو، بعد ما خلصنا كده هنقول له ابديت ناو، بيقول لي دوس يس علشان ابدا ان انا افاير الايفنت ده ابداه يعني. فاقول له يس، هنا هيبدا يعمل ابديتس، وما هيخلص خالص هيقول لي فينيشد الفيرجن الفلاني. هقول له اوكي ونعتبر ان هو عمل الابديتس وخلاص كده. السيرفر بتاعنا جاهز ان هو يبوش الابديتس وديلي طبعا، لان هو في اوبشن نسينا نتكلم عنه، هو بنجيب ابديتس تاني. بتقول له يعمل ابديت كل قد ايه، يعني الابديت انترفال، يعني كل شويه كل قد ايه يروح لسيرفرات الاس اتش يشوف في ابديت جديد ولا لا. طبعا مينيتلي كل 60 منت، كل 60 دقيقه، ولا اورلي كل 24 ساعه، ممكن نخليها كل مثلا يعني كل 6 ساعات دور شوف في ابديت جديد ولا لا. فهو لوحده بيشوف الابديت الجديد، واول ما بيلاقي ابديت جديد بيبدا يبوش للورك ستيشنز. نقول له اوكي. طبعا هنا احنا ما ننساش ان احنا نحط طبعا HTTP اسم السيرفر والبورت نمبر اللي هياخد عليه الابديتس. طبعا دي قلنا ممكن نعملها عن طريق الايديت من هنا، عن طريق المانج الباكج في الاساس. ايديت هنا وابدا احط له الاسم اللي احنا اتفقنا عليه ده، اللي هو HTTP رقم السيرفر والبورت. كده خلاص يعني احنا مش بنعدل عند الكلاينت غير حاجتين، قلنا ممكن نعملهم مانوال لو عند الانفايرمنت مش كبيره، وممكن نعملهم عن طريق واحنا بنكريت الباكج من السيرفر من هنا. الحاجتين دول هم الابديت، بنحط هنا الايديت ونضيف الابديت سيرفر، والحته الثانيه الريموت ادمنستريتور، ده عشان الجهاز يظهر عندي في قائمه الكلاينتس هناك على السيرفر. عشان الجهاز يظهر معايا هنا في الكلاينتس هنا لازم بضيف الحته دي، وطبعا دي احنا عملناها عن طريق الايديت واحنا بنمانج الباكج في الاول خالص. لسه ايه تاني؟ طبعا الكورنتي دي اي حاجه، اي فيروس اذا اتمسكت تعمل لها كاتشب تيجي هنا. الثريت لوج قلناه، والفايروول قلناه. في حته اخيره احنا طبعا لما نحب ندسكونكت من ديسكونكت من السيرفر هنا، ديسكونكت كده احنا عملنا ديسكونكت. في حته لو نفترض ان انا مسطب الاسيت عندي، يعني الكونسول ده اللي احنا اتفقنا اللي هو ده مسطبه انا على اللابتوب بتاعي مثلا كراجل اي تي، مسطبه على اللابتوب بتاعي بحيث ان انا ما بشبك كابل النتورك في اللابتوب، ببدا ان انا عايز اكونكت على السيرفر اشوف الابديتس اللي اتعملت ايه، وعندي الفيروس اللي اتعمل لها كاتش ايه والحاجات دي. فانا سطبت ده على اللابتوب بتاعي، فلنفترض ان ده اللابتوب وانا بفتح البرنامج ده بعد ما سطبته عليه، انا عايز اكونكت بقى على السيرفر بتاعي. يعني انا هكونكت على ايه؟ كونكت على السيرفر اللي انا منزل عليه الباكج اللي هي الايرا سيرفر اللي هو ده. فنفترض ان ده اللابتوب بتاعي، فانا كونكت اقول له ادوس كونكت كده واقول له نيو عشان اكتب له الاي بي بتاع السيرفر اللي انا هكونكت عليه. فاقول له اد، هكتب هنا اسم السيرفر اللي هو طبعا 192.168.0.20 اللي على السيرفر اللي عليه السيرفر اللي عليه السيرفيس اللي احنا نزلناه. طبعا البورت سيبه ديفولت زي ما هو، اقول له اوكي. اقول له اوكي، ندوس تاني كده ونشوف. هنلاقي عندي هنا اهو 192.168.0.20، هختاره. وطبعا انا لسه هنشوف حته ازاي نحط باسورد طبعا للكونسول، علشان مش اي حد يقدر يكونكت ويشوف الداتا ويشوف الكلاينتس اللي عندي. اقول له اوكي، هو هيكونكت طبعا، لان احنا اصلا السيرفر ده هو اي بي هو 020 بالفعل. في حته بقى اللي هو ازاي نعين باسورد لكل حاجه في السكيورتي هنا، الباسورد للكونسول ممكن يتشينجها عادي، الاولد باسورد هنا والنيو باسورد هنا، وتكونفيرم الباسورد تاني.
الباسورد في الكونسول ده ريد اونلي اكسس، يعني لو عندك زي ما قلنا حد اي تي تاني، اي تي سوبرفايزر او حاجه، وعايز ان هو جاست ان هو يريد، تقدر ان انت تحط له تاساين لي يوزر نيم وباسورد خاصين بيه. والباسورد في الكلاينت ده لو انت عايز تخلي الاسيت، الاسيت هو بيتعمل له بوش يبقى عليه باسورد فور ريبليكيشن. لو عندنا قلنا كذا كذا سيرفر اسيت، نقدر ان احنا نعمل باسورد الريبليكيشن. وهنا لما نيجي نعمل، انا في حقيقة يعني كونفيوزد بين دي وبين دي، مش عارف الفرق بينهم، بس يعني مش مشكلة. طبعا هسيب لكم ممكن ان احنا نسيرش اكتر على البرنامج، وفي فيه امكانيات كتير جدا للبرنامج. طبعا بالنسبه للريبليكيشن دي برضو حاجات بالنسبه للريبليكيشن او بالنسبه لللوج تقريبا. ديليت كلاينتس نوت كونكتد، يعني امسح الكلاينتس اللي مش بيكونكتوا بالسيرفر ده، امسحهم لما يعدوا كام، 6 شهور مثلا. فينا الاوبشنز الخاصه بالريبليكيشن لو عندي كذا سيرفر زي ما قلنا. في تاني ممكن ان احنا نتعرض ليه، طبعا انا ممكن هنا اقدر ان انا ابوش كونفيجريشن جديد للكلاينتس، يعني اقول له نيو تاسك كونفيجريشن تاسك واقول له كرييت. ابوش يعني ايه؟ يعني ايه كونفيجريشن جديد؟ يعني مثلا انا عايز اخليه مش كل شويه لما يجي مثلا يقول لي يعمل ابديت جديد يقوم يدي لليوزر هنا، زي ما احنا عارفين الاسيت بيدي يوزر هنا كده نوتيفيكيشن يقول له فيروس سيجنتشر داتابيز از ابديتد تو الفيرجن الفلاني. فاحنا مثلا عايزين نوقف النوتيفيكيشن دي، فمش جاست مش هينفع ان انا هقعد اروح عند كل جهاز واقعد اغير اوقف النوتيفيكيشن دي من اعدادات الاسيت هنا لوكالي. فدي يعني لو عندي الانفايرمنت كبيره مش هينفع، فانا ممكن اعملها عن طريق الايديتور زي ما شفنا هنا اهو. هنقول كرييت ونبدا ندور مثلا على نسيرش عن نوتيفيكيشن مثلا، يعني نقول له نوتيفيكيشن، النوتيفيكيشن زي اهي اكسباند كده. دي نوتيفيكيشن بالنسبه لو في مشكله بيسند ليك على الايميل بتاعك او كده. هنلاقي هنا في نوتيفيكيشن تانية بجد انا مش عارف هي فين، بس يعني هنلاقي هنا في نوتيفيكيشن تانية. هنلاقي يعني هنلاقي حاجات كتير جدا بالنسبه لاعدادات الايميل فلتر مثلا، يعني مثلا هي سكان الريسيفد مسج يس، يعني ممكن اقول له لا ما تسكنش اي مسجز لو عندك يعني اكستشن سيرفر، او لو عندك اوتلوك وبت ريسيف عليه مسج، ممكن اقول له لا ما مش تعمل سكان على اي ريسيفد مسج. ولنفترض هي دي اللي انا عايزها، ان انا اقول له لا ما تعملش اي سكان على اي ريسيفد مسج. يعني انا قلت له كده، ببدا ان انا هسيف ده، بقول له دو يو ونت تو سيف، اقول له يس. هو كده عمل كونفيجريشن تاسك جديده. ممكن اقول له فيو عشان اشوف ايه اللي انا غيرته، جاست هي دي بس اللي انا غيرتها اللي هي سكان ريسيفد مسج. تمام كده، ببدا ان انا اقول له نيكست. هتبوشها لمين؟ للاول كلاينت مثلا، كل المكان اللي هبوش الكونفيجريشن تاسك دي عليه. اقول له نيكست النيم كونفيجريشن، اقول له ابلاي افتر، لا هنقول له ابلاي دلوقتي فينش. هنبص على التاسكس هنلاقي في ان في تاسك لسه اكتف في الكونفيجريشن وحصلت من 1 سكند اجو. طبعا الكونفيجريشن هتطبق هنا على طول على الاجهزه اللي عندي. زي ما قلنا في اوبشنات كتير. على اللايسنس دي مع الفيديو ده ان شاء الله. يعني اتمنى ان انتم تكونوا استفدتوا من الشرح اللي هو البسيط دواني، ويا ريت اي مشكله عند اي حد ان هو على طول يبلغني بيها، وان شاء الله اقدر اساعد باذن الله. متشكر لكم، شكرا.